هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع منتخب مصر اللي حقق فوز كبير على النيجر بنتيجة 3-0 في المباراة الودية اللي اتلعبت امبارح على استاد الإسكندرية، وده في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم بكوتيفوار. وسجل أهداف منتخبنا الوطني محمد صلاح في الدقيقة 42، وبعد كده سجل مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة 55، وكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء في الدقيقة 67. وتعادل منتخب مصر الاولمبي مع بنين بنتيجه 0-0 في المباراه الوديه اللي جمعتهم امبارح على استاد حرس الحدود، وده استعدادا للتصفيات الافريقيه المؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024، وده في اول مباراه بيخوضها الفراعنه تحت قياده البرازيلي روجيرو ميكالي. البرتغالي فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك عمل محاضرة فنية للعيبة على ملعب عبد اللطيف برجيلة، وده استعدادا لمواجهة إليكت التشادية، وحرص فيريرا على نقل التعليمات الفنية للعيبة بخصوص الأدوار الخططية الخاصة بهم داخل الملعب وتصحيح الأخطاء اللي وقعوا فيها الفترة اللي فاتت. فريق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر هيرجع للتدريب النهاردة علشان يستعد للمواجهات الجاية في دوري أبطال إفريقيا، والتدريب هيكون على فترتين صباحا ومساء، وده بعد ما حصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات الجماعية امبارح، وده كان ضمن برنامج الإعداد المحدد من جهاز الكرة. حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد بالكراسي المتحركة فوز مستحق على منتخب تشيلي في ثالث مباريات ببطولة العالم الأولى لكرة اليد للكراسي المتحركة، واللي بتستضيفها مصر على مجمع صلاة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر. وجه فوز منتخبنا في المباراة بنتيجة 2-0 بعد فوزه في الشوط الأول بنتيجة 8-5 والشوط الثاني بنتيجة 5-2. أحرز الزوجي المصري حسام الدين رمضان عزوز وإبراهيم السروجي المركز الرابع في نهائي سباق زوجي خفيف الوزن في بطولة العالم للتجديف، ودي المقامة بلتشيك في الفترة من 18 لحد 25 سبتمبر. وجي منتخبنا الوطني في المركز الرابع متفوق على منتخبات تركيا والولايات المتحدة. خاض أسطورة التنس السويسري روجر فيدر مباراته الأخيرة في مسيرته الاحترافية، وده ببطولة كأس ليفر المقامة بالعاصمة البريطانية لندن، ولعب فيدرر ضمن الفريق الأوروبي ضد فريق العالم، وخسر في مباراة الزوجي رفقة المخضرم الإسباني رافائيل نادال أمام الثنائي الأمريكي جاك سوك وفرانسيس تيافو، ودي كانت بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-4 و6-7 و11-9. وعقب انتهاء المباراة بكى النجم السويسري ومعاه كان نادال أثناء تحية الجماهير. يذكر أن فيدر أعلن من فترة أنه هيعتزل اللعبة عقب مشاركته في كأس ليفر، وأن مباراته رفقة نادال في الزوجي هتكون الأخيرة له في مسيرته الاحترافية. حقق منتخب إيران فوز صعب على منتخب أوروغواي بنتيجة 1-0 في اللقاء الودي اللي جمعهم امبارح في النمسا ضمن استعداداتهم لخوض منافسات كأس العالم 2022. المنتخب الألماني خسر من المنتخب المجري بنتيجة 1-0 في المواجهة اللي اتلعبت بينهم امبارح بالجولة الخامسة من مرحلة المجموعات على ملعب ريد بول أرينا، وبيتصدر المنتخب المجري المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، والمنتخب الألماني في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
حقق منتخب إيطاليا الفوز على منتخب إنجلترا بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح على ملعب سان سيرو، وده كان ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة في بطولة دوري الأمم الأوروبية. وبكده رفع منتخب إيطاليا رصيده للنقطة الثامنة في وصافة المجموعة الثالثة، ووقف رصيد إنجلترا عند نقطتين في المركز الرابع والأخير. وبكده انتهت جولتنا الرياضية. هرجع مرة تانية لأحمد وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.